هل رفع اليدين للمأمومين يوم الجمعة أثناء الدعاء عند دعاء الإمام بدعة أم لا؟ ما يجوز، لا هذا ما نعقل. كون المأموم يرفع يديه عند الدعاء يوم الجمعة لا، ينصت فقط يؤمن ويكفي ولا يرفع يديه إلا في دعاء الاستسقاء. كان النبي إذا دعا في الاستسقاء رفع يديه ورفع الناس أيديهم. أما في الجمعة لا، إذا دعا في الجمعة لا يرفع يديه ولا يرفع أيديهم. الإمام في خطبة الجمعة لا يرفع يديه إذا كان ما يستسقي، إنما يدعو دعاء الجمعة العادي لا يرفع يديه. وهكذا الجماعة المستمعون لا يرفعون أيديهم في الجمعة، هذا ما فعله النبي ولا أصحابه. ولما رأى بعض الصحابة بعض الأمراء يرفع يديه في خطبة الجمعة أنكر عليه ذلك وقال إن النبي ما كان يرفع يديه في الجمعة. المقصود أن الجمعة لا ترفع فيها الأيدي في الخطبة لا من الإمام ولا من الجماعة، لكن إذا كان الاستسقاء يعني إذا استسقى في خطبة الجمعة فإن بعض الأحيان يستسقي الإمام في الخطبة، إذا استسقى في الخطبة يستحب له رفع يديه في الدعاء ويرفعون أيديهم في دعاء الاستسقاء خاصة.